خويا الصراحة ما نكذبوش لعبوا ماشي ما لعبوش، ولكن اخويا المدرب دار شي شونجمون اللي ما خاصوش يدير صراحة. خويا ماتش كان غادي مزيان، هذاك لونترينور ما فهمناش علاش خرج بوفال، ما خصوش يخرج هو اللي كان اكيليبري الماتش. خويا تفقسنا حتى الاخر بحال ديما ونتقساو، خصنا شي حل اخويا، راه العصاب ركبنا مع هذا المنتخب. خويا الماتش كان في المستوى، ولكن الاشواط الاضافيه صراحه ما لعبوش مزيان، ولاو غير كيزقلوا وهذاك الشيء ما صافي طاحوا، يعني ما بقاوش كيلعبوا مزيان. وكما قال الشونجمون اللي خاصو يكون ما داروش في المستوى حتى هو، يعني كان رحيم خصو يدخل من الاول صراحه. عندنا لعبة كبار الحمد لله، ماشي زعما المستوى ديالهم واعر، ولكن ما عندناش الزهر في الكره، حنا ديما اصلا كنخسروا، ما عمرنا ما ربحنا ما عمرنا ما فرحنا، ديما خاسرين. خويا باش تكونوا واضحين، المغرب شحال لعب دابا؟ لعب شي 23 ماتش ما بين الكاليفيكاسيون وما بين كل شيء، باقي حتى ما لعبناش مع شي منتخب اللي شاد في راسه، شي منتخب اللي واعر، نهار طحنا مع مصر راه ربان كل شيء. تعصبنا تفقسنا وكيما عندك ما دير المغرب راه الدم شنو غدي؟ اخويا ما دخلش لينا الرحيم يا اخويا، كون دخلنا الرحيم من بروميا ميطا كون ربحنا. اخويا ناقصين بزاف، مدرب اخويا ما كانش اللي خرج بوفال، حنا باقي عندنا منتخب ديال العنصريه. واخويا راه ما بقاش عندنا منتخب ديالنا، راه وين الراجه الساعه اخويا، راه ما بقاش عندنا منتخب كيفرحنا ما والو اخويا. ومن النهار قلت لراسي عمرني قلت للمنتخب زهانه ولا شحال كنعرف الراجه اخويا. اللعابه شوف اللعابه داروا المجهود ديالهم، ما فهمتش ما نكروش داكشي اللي داروا اللعابه، تبارك الله راه لعبوا، كتبقى مساله ديال الزهر وصافي. واش المدرب حتى هو ما كرهناش يتبدل الصراحه، كرهناش يتبدل المدرب حيت راه ما زاد حتى شي حاجه للمنتخب، وتحيه الرجاء البيضاوي. يعني ما كانش اللي خرج بوفال الصراحه، البوفال هو المنتخب صراحه، عندك جوج في المنتخب، عندك بوفال وعندك حكيم، راه فهمتي الا فرط فيهم صافي، خرج بوفال خربق الماتش. ما اداء ما والو ما عجبنيش بعدا اخويا، والله ما عجبونا، مصريين كلاونا، ما عندناش الميليو. لعبة الله يعطيكم الصحة، والمدرب زيرو اخويا ما دخلش لنا الرحيم بزاف، حيت حنا جايين فرحانين ومعولين لنا الربع في الاخر وتخسر ضروري غنبقى في الحال، ولكن ماشي مشكل هاني، نتمناو فرصة اخرين. كانت المقابلة في مستوى، ولكن هزمنا بجل واحد، ان شاء الله في الكان الجاي نعوضوها ونقول للمنتخب المغربي يسمح لينا على الهزيمة هذه، وان شاء الله الدراري باقيين صغار يصبروا عليهم، واللي فيها الخير الله يجيبها لينا. خويا اش نقول لك، ما حد باقي في منتخب باك صاحبي، ما عمرنا غنوصلوا شي حاجه ديال القمه. بوفال ما خصوش يخرج، رحيمي شحال من ماتشات ما كانش عليه يبقى في شونجمون يدخل، وبزاف ديال الحوايج هنا باقي باك صاحبي، باقي خصك لا انت كتجيب مدرب رئيس كيبقى يتحكم فيك، ها اللي خصو يدخل اللي ما خصوش يدخل، لعابه ناقصين بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.